وصلنا لمساحتنا الصباحية الثانية اللي بتخص صعوبات التعلم عند الأطفال. ليا، يواجه العديد من الأطفال صعوبات بالنطق، بيكرروا يمكن كلمات وعندهم صعوبة بعدة حروف. عم بيحاول بعض الأهالي الضغط عليهم لتصحيح النطق. هل الصعوبة بالنطق تعتبر حالة مرضية لازم معالجتها ومتابعتها من قبل مختصين أمراض النطق؟ لنحكي أكثر عن هالموضوع أكيد معنا الأستاذة لارا عباس، أخصائية تقويم لغة ونطق. يسعد لي صباحك يا لارا. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف هيك سوا، شو هي أبرز مشاكل النطق؟ يعني كيف فينا نقول إنه هذا الطفل عنده مشكلة؟ شو هي الملاحظات اللي لازم نحن بالبداية ننتبه لها وبأي عمر أيضا؟ في نقطة بدنا نحكي عنها بالأول. الأهالي بيجوا لعنا بنفس المبدأ، بيقولوا لنا إنه ابني نطقه مثلا مو سليم، هو عنده مثلا كم حرف ما عم يحكيهم، بس هن بالمقابل الولد بيكون هو عنده تأخر لغوي. فنحن بالأساس نحن كتأخر للطفل اللي عم نحكي عنه هو تأخر لغوي، تأخر اكتساب اللغة عند الطفل. بعدين نحن بس نحل مشكلة اللغة وتأخر اللغة عند الطفل، نحن بننتقل للاضطراب النطق او تاخر النطق عند الاطفال. فنحن بالاول خلينا نميز ما بين تاخر اللغه واضطراب النطق. التاخر اللغوي عند الاطفال هو ما في تناسب ما بين اللغه، التطور اللغوي والعمر الزمني عند الطفل. يعني الطفل بيصير عمره سنتين لحد الان عم يحكي كلمه واحده، بيصير عمره ثلاث سنين وشوي عم يحكي كلمتين، هي تاخر لغه. هذا الطفل ثلاث سنين لازم يحكي جمل من ثلاث اربع كلمات، لازم يكون عنده بدايه حديث. بنمر على مرحلة اللغة، بنعالج تأخر اللغة، بنشوف شو هي أسبابها اللي أدت لهذا التأخر اللغوي عند الطفل، بعدين نحن بنمشي للاضطراب النطقي عند الأطفال. هلا الاضطراب النطق عند الأطفال هو بيكون يعني مجرد إنه الطفل عدم قدرة الطفل على إنه عدم قدرته على إنه ينتج الحرف بالشكل الصحيح، ما عنده تناسق إنه يطلعه لهذا الحرف بالشكل الصحيح. ممكن يكون ما بيعرف إنه وين أنا بدي أحط لساني مثلا يطلع معي الحرف مثلا التاء، ما بدي أعرف أنا وين بدي كز على اسناني، بدي سكر تمي لحتى يطلع معي هذا الحرف. نحن اهم شيء نميز. الاهالي لحد الان العالم ما عم تقدر تميز ما بين تاخر اللغه عند الطفل واضطراب النطقي. نعم لارا، يعني مثل ما قلتي في اضطراب نطقي وتاخر لغوي عم نشوفه هلا شائع جدا، والاهالي ما عم يعرفوا شو السبب. عم لاقي طفل عمره 4-5 سنين ما بيحكي جمله كامله، وعم لاقي هي الحاله موجوده. خبرينا اليوم شو الاسباب لتاخر النطق او الاضطراب اللغوي؟ هلا من الاسباب الشائعه واهم اسباب تاخر اللغه عند الاطفال هي نقص السمع. كثير من الاهالي بتقول لك انه انا انه انت فحصتي سمع الطفل، فحصتي شفتي اذا عنده نقص سمع، عنده ممكن يكون عنده مثلا سوائل بالاذن، من هدول الامور بتقول لك انه لا والله بس هو بيسمعني. طيب انه انا شو المعيار اللي هو عم يسمعك فيه؟ عم يسمعني بنادي له بيسمعني. هلا هو ممكن نحن ان بنقول له نقص السمع مو هو نقص سمع يعني الولد اصم، هو له انواع، ممكن نقص سمع خفيف، ممكن نقص سمع مثلا متوسط، عميق، شديد، فهو له درجات. يعني نحن لازم ننتبه انه نقص السمع مو يعني انا ابني ما بيسمع نهائي، ممكن يكون عنده نقص سمع بس متوسط، فهو حيسمعك اذا عيطتي له، فحيسمع انه الاصوات العريضه، الاصوات العاليه، فهو حيسمعها، بس هو مو قدران يسمع كل الاحرف بشكل صح او يسمع بالشكل الصح لحتى هو يشكل لغه عنده. السبب الرئيسي نقص السمع. نحن لازم نطمن على سمع الاطفال، اذا سمعه سليم فنحن امنا مشكله رئيسيه. بعدين في عندنا كمان القدرات، في عندنا مثلا اسباب عصبيه يلي جلطات مثلا دماغيه او هي بتصيب الاشخاص الكبار، في عندنا شلل دماغي، نقص الاكسجه، في عندنا كمان القدرات العقليه. كل ما تدنت القدرات العقليه عند الطفل كل ما زاد التاخر اللغوي عنده. في عندنا الاطفال اللي عندهم مشاكل تشريحيه، اطفال شفه القرنب مثل ما نسميهم، الاطفال يلي عندهم شق بسقف الحلق، هدول اطفال كمان بيتاخروا. في عندنا الاطفال يلي عندهم متلازمات مثل متلازمه داون، اطفال اضطراب التوحد، هدول الاشخاص. وفي عندنا كمان مشاكل نفسيه، مشاكل اجتماعيه، البيئه اللي بيعيش فيها الطفل، كل هاي الاسباب بتؤدي لتاخر اللغه عند الطفل. فنحن لازم ننتبه انه انا ابني كل بشيل كل سبب، انه هذا السبب بعمل له فحص سمع عشلنا، لانه الطفل ممكن يكون عنده ما عنده ولا مشكله طبيه، وهذا التاخر هو تاخر طبيعي. نعم، يعني هي النقطه كمان خلينا نركز عليها. في بعض الحالات بيكون انه
تأخر نتيجة عوامل ممكن جو المحيط بالبيت، هي بتكون نفسية ما لها علاقة بقدراته على النطق للطفل، ولكن بعض الدكاترة بيعالجوا كأنه هو عنده تأخر بالنطق، هو بيعاني من مشاكل، ولكن هذا الولد هو بيكون سليم ما بيعاني من شيء، يمكن هو شيء نفسي. كيف هي الأم هي تكون أكثر وعي بهذا الموضوع؟ يعني كثير عم نشوف تأخر بالنطق، كثير في من الأطباء عم يستغلوا يمكن ما بدنا نقول جهل، بدنا نقول عدم المعرفة أو الوعي عند الأهل، وبيعملوا ذبذبات بالراس وبيعملوا جلسات علاجية نفسية هي بتكون، ولكن هو بيكون حالة نفسية محددة، بعد شوي بيكون ما فيه شيء وبيحكي كل الأحرف. هلأ الولد بشكل عام نحن بنسميها بيئة فقيرة. إذا كانت بيئة الولد البيئة اللي حواليه ممكن الأهل مثلا ما بيحكوا للولد، خلص إنه قاعدين نحن أنا والأم والطفل نحن لحالنا، وخاصة أول طفل الأهل بيقول لك أنا ما عندي هذا أول ولد، ما بعرف أحكي معه، ما بعرف شو لازم يحكي، ما بعرف شو لازم يتواصل، ما بعرف شو لازم يتصرف. هون فقر بيئي، البيئة ما عم تخلي الولد على مبدأ صفحة بيضاء، أنت بدك تعبي له إياها، بدك تشغلي له اللغة بالدماغ ليقدر يحكيها. هلا فالطفل نحن انت الاطباء انت يعني ما في طبيب اسمه اختصاصي تقويم لغه وكلام، لما ابني تاخر فانا باخذه لعند طبيب لحتى يفحص لي سماعه، طبيب اذن انف حنجره بيفحص السمع، شفت انا في مشكله ما في مشكله سمع فانا باخذه على مركز المعين، مركز خص نص ليعمل له كشف لهذا الطفل، كشف مبكر مثلا، تقييم، نحن بنعمل كشف بنشوف مراحل الحمل، مراحل بعدين الولاده، اثناء الولاده شو صار معه، المضاعفات من وقت خلق لوقت عمره الحالي شو صار معه، صار معه نقص اكسجين، صار معه يرقان، حطيناه بغواصه، حطيناه بحاضنه، كل هدول الامور كل هدول بيأثروا طبعا بيأثروا، سحايا مثلا، التهابات اذن وسطى متكرره، كل هاي الامور فهي بتأثر، نحن بنشوف شو السبب. في حال ما في هاي الأسباب كلها وكان تطوره النمائي الحركي بشكل طبيعي، فهون بيكون تأخر لغوي غير معروف السبب، تأخر لغوي غير معروف السبب، فأنا ما باخده لعند طبيب، أي طبيب يعالجه، طبيب الأطفال بيفحص لك طوله ووزنه بس ما بيفحص اللغة عنده، ما بيفحص النطق عنده، فنحن بدنا نروح لعند الشخص المناسب. إذا بيقول لي إنه عن طريق مثلا أكيد ذبذبات، لا نحن بنقول انه طبيب عصبيه يشوف لما بيكون في عنده تاخر مثلا، تاخر بالجلوس، تاخر بالمشي، تاخر مثلا بالحبو، تاخر بهدول الامور النمائيه الحركيه، فنحن بنقول انه يفضل انه الطبيب عصبيه بيشوفه طبيب العصبيه، لما بيشوفه طبيب العصبيه فهو ادرى لما يشوف التاخر عند الطفل، بقى هون هو وظيفته يحول الاهل مثلا صوره رنين او طبقي محوري، وعلى اساس النتيجه ببين معنا. نعم يعني كل حدا هو فريق متكامل، سواء طبيب عصبية ولا طبيب أطفال، طبيب إذن أنف حنجرة، أخصائي تقويم لغة وكلام، في عنا استقصاءات سمعية، في عنا اختبارات ذكاء، كل هدول الأمور بتحدد هذا الطفل شو عنده وعلى أساسه نحن بنشتغل معه. نعم، طب خبرينا اليوم الأم أخذت طفلة وبين أنه في نقص سمع وتمت العملية اللي بيحطوا فيها يمكن أنبوب بدوب مع الوقت، لا انابيب تهوية لانه بتكون نعم. في سوائل بالاذن. تمام، طيب وبعدها الطفل لسه هو يعتبر ما عنده مخزون لغوي، لارا كيف فيها الام تتعامل مع عطيها الحلول حتى تقدر تتابع حالته، وخاصه اذا اكتشف يعني بعمر فوق 3 سنوات هذا الشيء، كيف فيها تتابع معه حتى يكتسب لغه؟ هلا الام لما بتاخذ الطفل عند الطبيب وبتكتشف انه في سوائل وبيعمل عمليه انابيب التهويه، فهون نحن حلينا المشكلة، بعدين بدنا نجي نشكل له اللغة يلي فقد هذا الطفل، يعني بمرحلة 3 سنين هاي الفترة من سنة لثلاث سنين هاي المرحلة اللغوية اللي فقدها فنحن بدنا نعوض له إياها. هلا الأم بدها تتجه لعند أخصائي تقويم لغة وكلام، أنا طفلي هيك 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 وضعه، وهو حيقيم لها، حيقيم إنه هذا الطفل بهي المرحلة لازم يكون عنده مثلا جملة من 3-4 كلمات، جملة ممكن إنه تكون صحيحة باستخدام أدوات وظيفية، باستخدام أدوات الربط، فهو حيتبع خطة علاجية، في عنا خطة علاجية نحن بنتبعها مع هذا الطفل، بنشوف شو هي المفاهيم الناقصته، يعني كل شيء مفاهيم سواء من مثلا كل يعني من أدوات الطعام للملابس للحيوانات، كل هدول الأمور للألوان للعكوس، وبعدين بنشكل له الجمل، يعني اخصائي تقويم لغه الكلام في عنده خطه نظاميه لهذا الطفل وبيمشي على اساسها، والام بدها تكون على درايه انه انت بدك تشتغلي مع ابنك، انت بدك تعممي له، فهي مبدا الوقت القصير اللي عم يقعده مع الاخصائي هو ما حيكفي، انت عم تاخذي الفكره، عم تاخذي الطريقه اللي بدك تشتغلي فيها مع ابنك،
فبالتالي مهمتك التابعي، مهمتك التابعي تعممي له، لانه انت ما راح يقدر يعمم اذا ما انت ارجيتيه هي الشغله جوا وبرا وفوق وتحت وباي مكان هو ممكن يشوفه. فنحن الاهل 90% شغل على الاهل، انت بدك تشتغلي على ابنك وهي بتاخذ نصائح، انه انا شو ما شفت لازم حكي لابني، انا اساله شو هذا، انا اقول له هي الشغله الفلانيه هيك اسمها، اقول له تعا نحاول قدر الامكان نشوف انه الطفل في عنده استيعاب، لانه اللغه هي يعني التاخر في باللغه الاستيعابيه واللغه الانتاجيه، اللغه الاستقباليه يعني الاستيعابيه طفلي عم يفهم علي، عم يفهم علي وين لما بقول له شو هي، عم يستوعب علي. بعدين في حال كان عم يستوعب فنحن نتجه للتعبيري، لما بيعرف انه الطفل انه عم يستوعب علي فهو قادر على الانتاج، حينتج بعدين. نعم. خلينا نحكي باي عمر الام بتلاحظ انه في مشكله بالنطق؟ بس هذا السؤال. طيب هلا نحن كلياتنا بنعرف انه الطفل في المرحله الشهور بيتواصل بطريقه، بيتواصل عنده لغه اللي هي مثلا المناغات، الهديل، البقبقه، ممكن الصراخ، البكاء ليعبر عن حاجاته. بيكبر باشهر معينه بصير بيأشر باصبعته، بصير بدل على الشغله انه بيلفت انتباه امه، يعني انه انا بدي هي الشغله سواء بالاشاره. بعمر السنه ببلش الولد يحكي كلمات مثلا بسيطه، بو، ممنن، هدول الكلمات بعمر السنه ونص بتزيد الحصيله اللغويه. بعمر يعني بعمر السنه ونص انا بنتبه بعمر السنتين انه ابني ما عنده هاي الكلمات، ما عنده هاي الحصيله اللغويه المناسبه لعمره. انا عم شوف اولاد ثانيين بنفس العمر عم يحكوا حكي ما شاء الله، مثلا بيقولوا لك انه الولد عم يدرغل بس انا ابني ما عم يحكي. هون الام لازم تنتبه انا ابني اذا ناديت له بيرد علي، اذا حكيته وطلبت منه اوامر بيستجب لي، بيتفاعل معي، بيقلدني، بيتفاعل باللعب الاجتماعي، باللعب اي تقليد، لعب ادوار. انا بشوف هون الطفل هل هو عم يستجاب ولا لا. هون الام تنتبه انا ابني في عنده تاخر، انا ابني ما عم يعمل هيك، انا ابني ما عم يعمل هيك. فهذا اسمه كشف مبكر، تدخل مبكر. اذا انتبهتي على ابنك بوقت مبكر فانت بتاخذيه لعند الاخصائي، بتاخذيه لعند طبيب يكتشف مثل ما قلنا اذا في امور نقص سمع او شيء، بناخذه بحوله لعند اخصائي. فالاخصائي بعمر صغير بيقول لي يعني الكشف المبكر بيؤدي لنتيجه افضل، لانه كل ما كان العمر الطفل يكتسب بالحد الطبيعي احسن ما يكون عمره 4 و5 سنين يلي هي حد اكتساب اللغه. نعم لارا، نحن كثير بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى انه الاهل كمان يضلوا على متابعه مع الاخصائيين النفسيين مشان نتلاشى المشاكل على بكير والشفاء للكل يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا لوجودك لارا معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لوجودك. شكرا لكم.